مساء الفل للناس الكل في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية. لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. معلقكم الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم في هذه المباراة. يتقدم بصورة جيدة هنا، هذه فرصته خارج المرمى. قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. إنه يتحرك إلى الأمام، عدت الكرة. تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة. يلعبها طولية. يلعب كرة بينية. والحارس موجود للإمساك بالكرة. سيسي. يبدع في الميدان، هو بكل تأكيد فنان. تملص من المدافعين وراوغهم، هجوم توخي الدفاع ونسيان الناس على هجومية. يقوم بتصويب الكرة بقوة ويضعها في المرمى. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. والنتيجة الآن 1-0.
إنه في الطريق إلى المرمى. منح لنفسه الفرصة للاقتراب من مرمى المنافس هكذا. يوزع كرة على اليسار والكرة ملعوبة إلى الأمام. تغيير اللاعب على الرواح ليس تسللا. تسديدة، فرصة كبيرة للتسجيل، لقد فعلوها. إنها بغريزة الهداف لديه. الفريقان يلعب كرة إلى اليسار، سيسي يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. كانت الخطورة قوية لكنه واجهها بشكل رائع. أنا أعرف أن هذا اللاعب لا يكل ولا يمل. ستأتي اللحظة التي ينجح فيها في المرور والعبور. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ قطع مسافة كبيرة وحده، مجهود رائع. كان على وشك زيادة رصيده من الأهداف. هو كالكابوس لأي دفاع، وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكرة كلها مهارات يتميز فيها كثيرا، ومن الصعب جدا على أي دفاع السيطرة عليه.
مسافة طويلة بالكرة ويرفعها. هل يمكنه التسديد؟ واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. هل يكون هذا هدف الفوز بالمباراة بالنسبة إليه؟ أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف، كانت رائعة. تقدم غالي بهدف واحد. يحاول ان يلعب بينية. نهاية 45 دقيقة اولى. شاهدنا 3 اهداف في الشوط الاول، والنتيجة الان هدفان لهدف. من سيستلم هذه التمريرات الدولية؟ الكثير من التمريرات في وسط الميدان دون أي محاولة لخلق فرص حقيقية. على الفريق الاستفادة من هذا الاستحواذ. انطلاقة قوية قبلها دفاع قوي. يا سلام، مراوغة ممتازة. شنو هذا؟ هذه كرة غير عادية، تسكن الشباك بكل أريحية. لقد فعلوها ثانية. نتيجة ثانية. يتقدم بشكل جيد على اليسار، لكن لا توجد خيارات لديه.
لديه الفرصة العرضية إلى داخل المنطقة. تحكم مذهل، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، كرة خطيرة أمامه كل المجال للتصويب، كرة تعدي، جول. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات، ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. يكون بفارق هدف واحد. سيسي يحاول فك دفاعات المنافس، إمكانية التصوير ويسجل الهدف بأناقة كبيرة. تقدموا بفارق مقبول وهو فارق هدفين. مواجهة من هذا النوع كان لابد من فائز واحد. ويستعد للدخول، سيتم التبديل في الحال. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين الآن. مرت الكرة، تسديدة إلى المرمى، ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. تشتد عدة المنافسة الآن بعد أن أصبح الفارق هدف واحد. هذه تسديدة غير عادية، كرة بسرعة مكوكية تسكن الشباك بكل أريحية. لا يمكن لأي حارس مهما كان صد هذه الكرة.
سد الكرة، كرة في المرمى، جول. كرة مثالية بسرعة خيالية، كرة لا تسد ولا ترد. تكون هذه فرصته، ينطلق إلى منطقة الجزاء وبكل براعة يحرز الهدف، تخلص الفارق وأصبح فارق هدف وعين. كيف يتعامل الدفاع أمام هذا؟ كان التحرك بالكرة وإنهاء الهجمة على أعلى مستوى، ولا أعتقد أن أحدا قد يود أن يتواجد في موقف دفاعي ضد هذا. رائع، أظن أنه سيأخذ تلك الكرة بعد المباراة للذكرى. وأصبح الفارق هدفا واحدا الآن. سيسي ينقل اللعب إلى الأمام، والحارس يلعبها بعيدة عن مرمى. يندفع بقوة إلى الأمام، إنقاذ بارع، تصرف رائع منه هناك، هذا تصدي مدهش للكرة. تسجيلها يحتاج إلى تركيز وفاعلية. هذه رأسية جميلة، كرة هدف، جول.
العزيمة قبل اللحظات، لكنهم بعزيمة وإصرار سجلوا التعادل وأمنوا مواصلة المشوار. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. انطلاقة ممتازة على اليمين، لديه الفرصة، لا لم يتحرك بالسرعة الكافية في لعب الكرة، لم يكن بعيدا، بالتأكيد هو من اللاعبين القادرين على احداث الفارق في كل مرة تصله الكرة، انه مليء بالثقة والطاقة. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون قدرة على الاختراق. تقطع الكرات بعد استحواذ يدوم لعديد اللحظات. على الفريق تغيير فلسفته ويحاول ان يلعب الكرة للأمام. هذه كرة جول! جول! ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. صعب السيطرة على اللاعبين الأذكياء كهذا اللعب مع تميزه الكبير في التمركز السليم، فإنه بالتأكيد سيسجل أهداف كثيرة بتلك الطريقة. أصبح في رصيده السوبر هاتريك في هذه المباراة. يبدو أن هناك تبديل سيتم الآن، ولديهم تقدم غالي بهدف واحد. سيسي ينطلق نحو الخط الأمامي. إلى الأمام. والكرة للمنطقة الأمامية. تمريرها بذكاء. يجب عليهم ان يتقدموا الى الامام اذا كانوا يريدون تحقيق نتيجة ايجابية.
الفوز بعد التعب. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. والآن الكرة ملعوبة للأمام. يلعب الآن في الوقت بدل الضايع، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. الحكم صافرته، كانت مباراة مذهلة، أداء رائع وإثارة حقيقية شاهدناها في عودتهم من التأخر في النتيجة بتلك الطريقة. أظن أن هذا الأسلوب جعلنا نتذكر أهمية الهجوم من العمق عند وجود اللاعبين القادرين على ذلك. كان لديهم اللاعبون القادرون على الجري من المنتصف، ولم تكن لدى المنافس أي قدرة على إيقاف ذلك.